أخبار اليوم. دكتور عيد عبد اللطيف، مؤسس ومقرر المهرجان الدولي الأول لمسرح الطفل والعرايس. اتكلمنا عن دور حضرتك في المهرجان. هي في الحقيقة الفكرة جاتني من 2007، كنت بعمل في محاضر في قسم الدراما والنقد المسرحي في جامعة عين شمس كلية الآداب، وكنت بدرس مادة اسمها مسرح الطفل. في الحقيقة أنا قلت إنه مسرح الطفل بيتمتع بصفة لا تتمتع بها أي وسيلة إعلام أخرى أو أي وسيلة اتصال وتواصل مع الطفل، وهو الاتصال المباشر. يعني الطفل هنا مش بيسمع العمل أو بيسمع بيتابع مفردات العمل المقدم أو الرسالة المقدمة سواء كانت مرئية أو مسموعة من خلال وسيط، لا ده بتبقى بشكل مباشر، ومؤدي هذه الرسالة يعني يتواصل معاه بالعين والودن وكل وسائل الإحساس الأخرى واللمس، يعني ممكن يشمه، ممكن لو حصل انه رمى له بونبونايه يتذوقها. يعني الحواس الخمسه هنا بيستقبل المعلومه بالحواس الخمسه. اي وسيله اتصال اخرى زي التلفزيون او السينما او حتى السوشيال ميديا بتفتقر لمثل هذه الخصائص. من هنا جت الفكره في الحقيقه انه زرع فكره وحده العالم العربي، الوحده العربيه، القوميه العربيه، ان يكون هناك وطن واحد لكل العرب، يمكن يكون حلم بيراود كثير من الشعوب زي ما راود كثير من الحكومات ولم تستطع تنفيذه، واقتصر فقط على التمثيل الدبلوماسي لمثل هذه الدول في مبنى صحيح بنستضيفه احنا هنا في القاهرة، ولكن حتى انه قراراته لا تتمتع بفعالية كاملة وصلاحيات كاملة. الفرصة لهذه الوحدة لابد ان تأتي من الشعوب نفسها، ان نسعى جميعا الى توحيد مثل هذه الجهود، أن نسعى جميعا إلى وحدة كلمة واحدة لوطن نستطيع به الوقوف والصمود، زي ما قلت في كلمة الافتتاح أن نكون من العالم واحد وليس من العالم صفر، أن نجتمع ونتكتل لا نتفرق ونتشتت، أن نحب لا نكره، لا نتقاتل، لا نسفك دماء، لا نسعى لشرذمة وطننا في مسميات وهويات ضعيفة هزيلة يستطيع كان مكان القضاء عليها. الوحدة هي الوسيلة الوحيدة للبقاء والازدهار.